السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. المجلس السيادي يؤكد على جهود الحكومة لوقف الحرب وتحقيق التنمية والانتقال الديمقراطي. وزارة الطاقة والتعدين تعلن عن بدائل ناجحة لاستخدامات الزئبق. الجبهة الثورية تطالب الحكومة بوضع حلول نهائية لظاهرة الهجرة غير الشرعية. مشاهدينا، قال عضو المجلس السيادي الانتقالي محمد حسن التعايشي إن القانون الذي تمت إجازته مؤخرا في الاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والمجلس السيادي يتطلب مشاركة الجميع لتفكيك النظام السابق، مناديا بنظام ديمقراطي يخاطب متطلبات وحقوق المواطن السوداني، مشددا على ضرورة كتابة الدستور القادم بمشاركة ومساهمة كل المجموعات المناطقية في السودان. وأوضح التعايشي لدى مخاطبته الندوة السياسية حول تحديات الفترة الانتقالية التي نظمتها لجان المقاومة بقرية واد المجدي بولاية الجزيرة أنه لا يمكن صنع التنمية المستدامة ما لم تتم معالجة وضعية الحرب والسلام في السودان، مجددا عزم الحكومة على بذل أقصى جهدها لوقف الحرب والانتقال إلى وضع ديمقراطي، منوها إلى ضرورة الاتفاق على نظام انتخابي ديمقراطي يمكن الفرد السوداني من المشاركة في اتخاذ القرار. أنا سعيد وفخور أن أمنح رئيس لجنة مقاومة واد المجدي ياسر عبد الباقي إن اللجنة وضعت من الخطط والبرامج ما يكفل حقوق المواطنين ويحفظها، وأن اللجنة تعمل في تناغم تام مع بقية لجان المنطقة لمراقبة ومتابعة الخدمات التي تقدم خدماتها للمواطنين وتعمل على ترقيتها. ولايات كثيرة تنتج الذهب، لكن ولاية نهر النيل تعتبر هي الولاية الأولى من حسب كمية الإنتاج من الذهب. وكما تعلمون الذهب هو مهم جدا في هذه المرحلة بالذات لتعافي الاقتصاد السوداني. نحن نؤمل كثيرا على ولاية نهر النيل في زيادة إنتاج الذهب. كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عن توصل الوزارة لبدائل للزئبق تعتبر ناجحة وصديقة للبيئة، معلنا عن التزام وزارته بإحلال بدائل الزئبق بالاستفادة من تجارب ومبادرات ولاية نهر النيل في هذا المجال. وأكد الوزير في مستهل زيارته لولاية نهر النيل التي افتتح فيها منشآت صحية بمستشفى عطبرة ضمن النفرة الصحية لحكومة الولاية، أكد بأن البلاد تعول كثيرا على ولاية نهر النيل في الخروج باقتصاد البلاد إلى بر الأمان باعتبارها الولاية الأولى في إنتاج التعدين والذهب. واستعرض الوزير خلال الاجتماع المشترك مع حكومة نهر النيل رؤية وخطة وزارته للنهوض بقطاع التعدين، لافتا إلى أنهم رفعوا شعار الذهب من أجل الطاقة باعتبار أن الطاقة هي المحرك الأساسي للقطاعات المنتجة وعلى رأسها قطاع الزراعة والصناعة والنقل، مشيرا لاهتمامهم بحفظ حقوق شركاء التعدين من الشركات والتعدين الأهلي والمناطق المنتجة. من جانبه أكد والي نهر النيل عبد المحمود حماد على أهمية الولاية الاستراتيجية في مجال المعادن، ولفت إلى أنها ترفد الاقتصاد الوطني بعائدات الذهب والإسمنت، حيث تضم الولاية 5 مصانع للإسمنت تنتج أكثر من 98% من إنتاج البلاد. وكشف عن مساع مع وزارة الصناعة الاتحادية للتصديق بقيام 6 مصانع أخرى للإسمنت. سيد الوزير يعني ناقش نقاش مستفيض كل القضايا العالقة، ويعني أدى بعض الإضاءات وبعض الإشارات الموجبة لحالة هذه القضايا، ويعني تشاور معنا تشاور واضح حول كيفية يعني تقريب وجهات النظر بين الشركات العاملة في المجال وبين المواطنين وبين كل الجهات، حتى يعود هذا القطاع نفعا على الدولة بأكملها. ولدينا عدد من الاتفاقات وعدد من الأشياء اللي وقعناه في روسيا، الآن حتخش حيز النفاذ، وشكلت لجان لرفع توصيات عاجلة بشأن هذه المعالجات حتى ترى النور يعني في القريب العاجل. وأشار إشارة واضحة أنهم في المرحلة الجاية 2020 حيركزوا تركيز عالي جدا على زيادة الإنتاج والإنتاجية.
دعا القيادي بحركة تحرير السودان جناح أركوم الناوي جمع الوكيل إلى إشاعة قيم التسامح بين المكونات السياسية من أجل استدامة الاستقرار بالسودان. وقال الوكيل إن الضرورة تقتضي المسامحة لمن لم يرتكب جرما في حق الشعب السوداني من أعضاء المؤتمر الوطني، والمحاسبة العادلة لمن تثبت إدانته بأي جرم في حق الشعب السوداني. وأوضح الوكيل خلال حديث في ورشة بالخرطوم حول الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر أن حركة تحرير السودان جاءت من أجل إحلال السلام وإنهاء الحروب في السودان، وأشار إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية لقضية الهجرة غير الشرعية من خلال عملية الاستقرار وفرض العيش الكريم لكافة شرائح المجتمع السوداني. وفي السياق قال القيادي بالجبهة الثورية التمهج إن قضية الهجرة غير الشرعية هي واحدة من القضايا الملحة التي تتطلب حلولا نهائية من الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة معالجة المسببات التي تدفع بالشباب إلى تفكير في الهجرة غير الشرعية. أي ولكن تسير على أصابع الاتهام يجب أن يتقدم للمحاكمة العادلة. ولكن يا جماعة ما ممكن 7 مليون نفر الناس مطورة كلهم مجرمين، احنا قاعدين دليل انه مجرمين في المؤتمر الوطني. الناس ما ممكن نحن ندخلهم تحت الارض. عليه نحن بنطلب من الشعب السوداني عبركم من هذه الورشه ان التسامح للذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب السوداني. انا شاكر لكم وشاكر للاخوه الذين هذا المعنى. هذا وقال ممثل وزير الداخلية عبد الله أبو سن إن ملف الهجرة غير الشرعية هو واحد من الملفات التي تعمل على مكافحتها القوات النظامية بتنسيق تام خلال المرحلة الماضية، وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأفريقي باستضافة السودان للمركز الإقليمي لعمليات الهجرة غير الشرعية اعتراف بدور السودان في مكافحة هذه الظاهرة. أنا بفتكر هذه الورشة أتت يعني في وقتها، وهذه قضية حيوية، وأنا بفتكرها هي يعني قضية أساسية وكرت أساس للنظام الغائم الآن أو للحكومة الوطنية الغائمة الآن. دي حقيقة التعامل مع المجتمع الدولي والحل الأساسي اللي بيفتكروا لهذه المشكلة هو بيتم في معالجة الإشكاليات التي حقيقة بتجبر يعني هؤلاء الفتية وهؤلاء الشباب أن يهاجروا، لأنه عند بالمناسبة أن, 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 أن تتغارب الموازنة ما بين الحياة والموت. دشن منبر السودانيين الوحدويين الحر آلية بناء السلام وإعادة الثقة، دشن مشاريع خدمة السلام والاستقرار. وقال الأمين العام للمنبر أنس النور إن المشاريع التي سينفذها المنبر تشمل مشروعات السلام الأخضر وقافلة السلام وبناء الثقة المتجهة إلى منطقة أبيي، إضافة لمؤتمر السلام القاعدي الطوعي، مشيرا إلى جهود المنبر في دعم وتعزيز عملية السلام والاستقرار الجماعي. المنبر يعني من ناحية السلام دائما نحن نتحدث عن السلام القاعدي، نشتغل مع من القاعدة مناطق الصراعات والمناطق الآمنة أيضا كلهم يعني في إطار السلام عندهم رؤية واحدة اللي تطلع عبر المنبر بالنسبة للسلام إن شاء الله. والغافلة بتاعت أبيي أول مرة طبعا تمشي غافلة تشمل شمال وجنوب أبيي، تم تنسيقها عبر المنبر، وكذلك نسقنا الغفلة مع سفارة جنوب السودان والمفوضية بتاعت العون الإنساني، والآن الغفلة ماشية باسم السلام وبناء الثقة إن شاء الله. أعلن تحالف القوى السياسية بشرق السودان عن دعمه ومساندته لمسار شرق تفاوضي ومنبر التفاوض بمدينة جوبا. وقال القيادي بالتحالف محمد نور همت في مؤتمر صحفي عقده التحالف بالخرطوم إن كافة مكونات القوى السياسية بشرق السودان تبارك مسار عملية التفاوض وتسعى للعمل بروح موحدة والتوافق من أجل دعم عملية استقرار البلاد وإيجاد الحلول لقضايا الهامش. هم أكدوا بأنهم مساعدين لمنبر جوبا التفاوضي، وبيرهم الأحزاب السياسية هو ده مكسب لشرق السودان، ويدعو أهل شرق السودان ويشيدوا بالدور الذي قام به أخواتنا في الجبهة الثورية اللي هو الأستاذ الأمين داود والأستاذ أسامة سعيد. الأمين داود الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، وأخونا أسامة سعيد مؤتمر البيجا المعارض. فيرهم أخواننا في الأحزاب السياسية هو ده المكسب، وهم حريصين عليه وهم بيدعموه وواقفين معاه وبيشكر الجبهة الثورية.
أطلقت محلية نيالا شمال بولاية جنوب دارفور حملة للقضاء على نواقل الأمراض والتوعية الصحية بأحياء المحلية المختلفة بالرش والزيارات الميدانية لفرق الصحة إلى المنازل. وأوضح المدير التنفيذي للمحلية سفيان عبد الله أن الحملة مستمرة لتغطية مناطق المحلية كافة والقضاء على جميع نواقل الأمراض وتجفيف مواقع تولد الناموس والذباب، بالإضافة إلى حملات النظافة اليومية في الأسواق. الهدف من الحملة دي هو القضاء على نواقل الأمراض وتصحيب تفتيش منزلي والتوعية الصحية بمخاطر وكيفية محاربة نواقل الأمراض، بالإضافة لمحاربة الذباب لأنه برضو دي فترته. ونحن والله بنحمد الله سبحانه وتعالى في أنه الآن من ناحية صحية محلية نيالا شمال حقيقة مستقرة استقرار كامل، ولا توجد فيها وبيات ولا توجد، لأنه حقيقة المحلية بواسطة إدارة الصحة هي شغالة طوال في المكافحة وفي محاربة النواغل بتاعت الأمراض في حدود المحلية. نحن بنوجه رسالة لأخوان المواطنين في محلية نيالا شمال بالتجاوب مع أيام التفتيش والتسقيف والمكافحة وسرعة إبلاغ عن أي ظاهرة سالبة في 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 نواحي صحية في داخل حدود المحلية. والمحلية على أتم الاستعداد التعامل مع أي موقف يمر بالمحلية من ناحية صحة البيئة، لأنه الآن هي أقيم حاجة عندنا نحن صحة الإنسان. نظمت هيئة الأوقاف الإسلامية بشمال دارفور ملتقى لرجال الأعمال بهدف نشر ثقافة الوقف وحثهم على الدخول في الاستثمارات الوقفية. وأشار مدير هيئة الأوقاف الإسلامية بالولاية عبد الله الدوما بكر إلى أن الملتقى يهدف للتكافل المجتمعي وإشراك المجتمع في إدارة الأموال الموقوفة وتطويرها حيث يكون لها أثر في المجتمع، مع استهداف وسائل جديدة لتطوير الوقف وعمارة أراضيه والبحث عن مصادر تمويل جديدة. الوقف الهدف منه غير البرامج المطروحة لدينا هي التكافل المجتمعي. فأول هذه الأهداف هي إشراك المجتمع في إدارة وتنمية الأصول والأموال الموقوفة، حيث توجد أوقاف قديمة تم إيقافها من محسنين سابقين، ونرفع أيضا الأوقاف الإسلامية المنود بنا أن نحافظ ونطور هذه الأوقاف حتى يكون له أثر لهذا المجتمع والأجر إن شاء الله والثواب للذي أنفق أمواله في هذه الأصول الوقفية. كذلك العمل على استحداث وسائل جديدة لعمارة الوقف. كذلك نهدف إلى النهوض بالمؤسسات الوقفية وتدويرها من خلال البحث عن مصادر تمويلية جديدة لكي نحافظ هذه المؤسسة الوقفية. قال مدير جامعة الرباط الوطني عبد اللطيف عشمق الخليفة إن الجامعة واحدة من استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي لرجال الشرطة ولا تتبع لهيكل الشرطة أو وزارة الداخلية. وأضاف أن الجامعة تعتبر قطاعا خاصا ذا علاقة فنية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن كلية علوم الشرطة والقانون وأكاديمية الشرطة العليا ومعهد البحوث والأدلة الجنائية ومركز السموم رغم تبعيتهم لرئاسة الشرطة إلا أنهم يتبعون أكاديميا للجامعة. وأكد عشميك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالجامعة أن مخرجات الجامعة أثبتت قدرتها على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. ملكيتها بتتبع لصندوق الضمان الاجتماعي لرجال الشرطة، واللي هي دي بتتم باستقطاعات من رجال الشرطة، وهي لا تتبع لهيكل رئاسة الشرطة ولا هيكل وزارة الداخلية، وإنما ده قطاع يعتبر قطاع خاص. إحدى استثمارات الصندوق مدير عام الشرطة هو نائب رئيس مجلس الجامعة، وهو حقيقة المدير أو رئيس الصندوق الضمان الاجتماعي لرجال الشرطة، وهو مال خاص لا يتبع للدولة. أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر على ضرورة إعطاء أولوية لحماية الآثار، وذلك بوضع قوانين واتفاقيات دولية لجهة أنها تحقق الفوائد المرجوة وتحافظ على الموروثات الثقافية. وأشار في ورشة عمل حول الحماية القانونية للممتلكات الثقافية على ضوء اتفاقيتي 1970-1995 إن واقع الممتلكات الثقافية يتطلب جهدا كبيرا وبناء شراكات قوية لتجاوز التحديات التي تواجه الآثار. وأكد على تحرك الدولة وتجاوز القيود لحماية الآثار وإعطائها أولوية، ونوه لأهمية اتخاذ التدابير اللازمة بجانب تفعيل دور شرطة حماية الآثار. قوانين واتفاقيات دولية يجب أن نوقع عليها
ليس لأننا نخشى من أحد، ولكن لأن هذا يحقق علينا فوائد ونستطيع أن نقدم الأجيال القادمة بصورة إيجابية. تم تقديم كل القوانين سواء كان قرار 1970 أو الذي يليه وقوانين أخرى، تم تقديمه في اللجنة الفنية في مجلس الوزراء وتم مناقشته وإيجازه. الآن هذه القوانين في مرحلة لاحقة مجلس الوزراء. أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أيمن سيد سليم أن الهيئات الشبابية تعكف عاليا على تعديل القوانين الرياضية حتى تتماشى مع المتغيرات السياسية الحالية ما بعد الثورة. وقال في تصريحات صحفية إن العمل يتم في 3 محاور، من بينها محور الرياضة والالتزامات وتحديد السلطات بهياكلها المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه عكس روح الثورة والمتغيرات الحادثة في هذا الشأن. احنا شغالين في محاور مختلفة، من الجزء الاول بتاع الرياضة، اعادة الهيكلة بتاعت المؤسسات الرياضية ما بين الولائية والاتحادية لوجود تعارض. ايضا بنتحدث عن اختصاصات الوزارة تجاه القطاعين، ما لها وما عليها من واجبات والتزامات، وتحديد السلطات في هياكلها المختلفة من الوزير الى الهياكل الادنى. ايضا بنتحدث عن انه نعكس الرؤية بتاعت الفترة الحالية والتحول الديمقراطي باعتبار انه جزء مهم جدا من القانون، انه يعني يعكس هذا الدور عشان تتماشى معه كل القطاعات، الاندية، المنظمات، الشباب، يكون ده القائد بتاعه لانها تقدر تشتغل لقدام. الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية عمرو كمال خليل ان الاجتماع يهدف الى مناقشة القوانين الحالية وتقديم مقترحات لقوانين تلبي حاجة المرحلة القادمة. اليوم الجلسة دي مع الهيئات الشبابية والمنظمات الشبابية على سنه يدلوا بيدلهم ويمدوا ويفيدوا اللجنة القانونية بمقترحاتهم في تعديل القانون وإضافة كل ما يهمهم كأهل شأن كمنظومات شبابية. وفي النهاية اللجنة غرضها غرض واضح وصريح في انها تحاول تشرك جميع اصحاب المصلحه الحقيقيين حتى ونصل لقانون يحترم الجميع، يمثل فيه الجميع، يشارك فيه الجميع، ويشمل بقدر الامكان الجميع. ومن جانبه اكد ممثل قطاع الشباب عبد المنعم يوسف أنه واستكمالا لمشروع التغيير الذي حدث سيتم العمل على تغيير وتعديل القوانين الخاصة بالنشاط الرياضي، ولفت إلى أن العهد السابق أهمل الجانب الرياضي للشباب بينما صب جل اهتمامه على الشباب بعيدا عن النشاط الرياضي. في إطار التعاون ما بين وزارة الشباب واستكمال الشباب والرياضة واستكمال مشروع التغيير الحصل في البلاد، كنا حضور في الورشة التفاكرية الأولى كانت بخصوص الرياضة. واليوم نحن جينا ما كرياضيين لكن كشباب إنه نكون شهود على القوانين الحتسن اللي في الفترة الفاتت أغفلت عن دور شبابي معروف، يعني كانت بتهتم بالجانب الرياضي على حساب الجانب الشبابي.